افتحوا البيبان. انتوا كل البرودكشن مانجر بتوع المؤسسه كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والانفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنه الاساسيه في البنيه التحتيه بتاعه مصر كلها. انا مش شايف اي حديد خالص. لا اصل النهارده اصل نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوه بس. يعني اشهد شغل كده. يلا يلا. ايوه اشهد شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني بتاع صلاه النبي، شوف النار طالعه ازاي، شوف النار كمان، شويه نار حلوين. ايوه بس 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 كويس قوي يا حلمي. كم حديده كده من النار بتاعتهم. التليفون في حتت مبلوله، والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر. حاجات زي كده. ده بقى يا باشا ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ها؟ ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك. مش حلو قوي قوي. لا مصورات بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان. ده اول واكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الاوسط. الحقيقه احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لان اتضح ان الاقبال عليه في السوق شديد شويه. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. انا بقول بلاش، انا عشان دخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء اجانب اسمهم الخرمونجيه، دول اللي بيحددوا نوعيه الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للاسف انا كان نفسي اقدم حاجه بس الدخان كله سحب. يا حلمي. امري فندم. علبه بتاعتنا من الانتاج الجديد مليانه كيوي. كيوي مليانه كيوي، تروح للاولاد في البيت عند الباشا. تجسور يا فندم. تجسور بسرعه. حضرتك اولاد مين؟ اولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروه الحيوانيه. ده أول وأكبر مشروع للثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي. ده للإنتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوفرة في الأسواق. المعزة دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. أيوة يا فندم. بطلع لك معزة صغيرة، ها؟ تحطها باكج ويروح للأولاد عند الباشا في البيت. أه؟ فعلا. أولاد مين؟ أولاد مين؟ والبطة، هات بطة قسمها وتوديها للإخوة في البيت. قطع البطة كده حتت حتت، بس حتت تكون كويسة، وتوديها للبشوات في البيت. يلا نبدأ وهو من هنا. مين دول يا أبو حسام؟ مش عارف. إحنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الأرض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ انت بعد كده في ايه؟ هات ايدك. انت عايز ايه؟ باز يا حلمي. ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا. بشويه كسور على تربانه على كام جزع على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملت اشعه؟ نعم اشعه. اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتغليك. يعني انت كبير بتاع. يعني عايزين دي بقى تبقى كلها بعد كده، عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا. لا حول ولا قوة. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا. ابو سيدي. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي. لا هنا الزيارة ممنوعة الحقيقة يعني.
استنى ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل ب60 نيل، انت فيك حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الإدارة الجديدة متربسة قوي. هو في إيه؟ هي البقرة لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجأة كده ليه؟ وهيستفيدوا إيه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعصرنا شوية، إيه يعني؟ الدول نفسها بتتعصر. نظام باشا في انتظار سعادتك. مساء شكري باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك، حب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه، مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى، عباس شريكي ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام تمام، ده حتى هنا من الصبح. ياه اهو شرف يا سيدي. اهلا بابو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك بغبط؟ ازيك اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجينيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. الواد ده لازم تبخروه. اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوه يا باشا، وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي مكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها. ملاهي؟ انا عايز اروح الملاهي ده. ثلاثه بالله العظيم يا راجعه، من بكره هتبقى ملاهي بوبس. ايوه ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي؟ يا عم خلي العيال تلعب. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر، ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. دياب لسه قافل معايا، جدولنا القرض وزودولنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف احله. بوبوس. نعم؟ بوبوس. نظرية اقتصادية جديدة؟ دي نظرية بوبوس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. دي نظرية أمريكية؟ لا دي مصرية 100%. على فكرة يا باشا أنا كده متفائل قوي. متفائل بإيه؟ إحنا لينا فلوس بره كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزيادة كمان. أهم دول كبار رجال أعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغاله وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم، انت احق بيها دلوقتي. مين الاولاني ده؟ ده كريم ثروت. لنا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك. غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي. دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن. دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال. عايز تجدول يجدول لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بيزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت. ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم. اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. محمد ثروت، محمد ثروت. ايه الصوت ده؟
ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ حاجة طلعت يا ثروت منا انحرم، خسرنا كل حاجة، بنك منهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت. بابا ثروت اجيلك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد، عم جيد، على فين يا باشا؟ ايه على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلحدار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيه السلحدار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعسرين. رحت الفتح الشواتفي لين عنده 9 مليون وكسور. رحت له عنده زهايمر، اول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمه، افتكرني امه. طب بس بس بس، عطيه ابو سريع. مين عطيه ابو سريع؟ عطيه ابو سريع بتاع الادوات الصحيه، او ده بقى لين عنده كاش يعدي 7 مليون، ده غير حصتنا في الفيلا.